هذا واحد. النقطة الثانية، الاعتصام مستمر ومستمر ومستمر، وستكون الجامعة المستنصرية هي محور هذا الاعتصام الطلابي لحين تنفيذ المطالب. هواي ناس تقول انت بس مجرد معتصمين وواقفين ما عندكم مطالب، لا، نحن على علم بمطالبنا ونعلم لماذا ولم خرجنا. اولا نريد الاسراع بتعجيل قانون الانتخابات الجديد. ثانيا تعديل فقرات الدستور المتنازع عليها والمختلف عليها. ثالثا التعجيل باجراء انتخابات مبكره تضمن لنا صعود ممثلين الشعب لانتخاب سين ويسعد صاد. وهذه هي المطالب مستمرين عليها، وان شاء الله نبيض وجوهكم ونمثلكم خير تمثيل. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. شرفوهم لأن الجماعة تعبوا هواي بلوحاتهم. شكرا جزيلا.